الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى، الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وتقرأ: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث رواه البيهقي. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: بسند حسن، وبعضه أصله في الصحيحين في البخاري ومسلم من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث يهتم بأمر القضاء، والقضاء في الشريعة الإسلامية له مكانته، لأن هذا الدين دين الإسلام هو دين شامل وكامل، يصلح الذي بين العبد وربه، ويصلح الذي بين العبد والخلق. الخلق يدخل فيهم البشر، ويدخل فيهم الحيوانات والبهائم إلى غير ذلك. والقضاء له مواد، وله أحكام، وله قوانين شرعية مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول مادة في القضاء التوحيد، ولذلك شرع الله للقضاة أن يقتلوا المرتد، كما في صحيح البخاري من رواية ابن عباس رضي الله عنهما في حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قتل الروافض والشيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والمقصود بالدين دين الإسلام، لأنه الدين المرتضى، لأن الله تعالى قال في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. المسلم ويمرق من الدين بيشوه صورة الدين، ولما يشوه صورة الدين أساء للدين، وهو عبد لله. وسيد الله قال عبدي ده الأبديني ده أمرقو من الدنيا، هو خلقه قال أمرقو من الدنيا. لو في غير الله خلقه اللي نظر يقول لا ده خلوه لأنه خلقته أنا، لكن الخلق قال ده أمرقو من الدنيا. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي شرك، ويكون الدين كله لله. سورة الأنفال في البقرة: ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الدين ده لابد كله يكون لي الله، ما في جزء لي الله وجزء لغير الله. في الشدائد الزول عتر يقعد ينادي يا فلان ويا فلان ويا فلان، ده 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 وقع في رده، ده يوروه يقول له اللي بتعمل في ده رده، لا والله انا قمت لقيت اهلي كده، يقول له الدين ما بقوا ما بياخذوه لقيت اهلي. الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابه هم اولو العرفان، وده العلم وده الدين. ما الدين نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول فقيه، تقول الرسول قال كذا وكذا إلى آخره، ده الحق، والفقيه برضو قال كذا وده الحق، وأنا ممكن أخذ كلام الفقيه الضد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أصله ما بيجتمع. الفقيه الججد اللي بيوافق النبي صلى الله عليه وسلم. أنا ما دار أشتت الكلام، فالزول يوروه الدين يوروه الحق، وإنه دعاء غير الله ده رد عن الإسلام. والدليل عليه إنه رد
قول الله تعالى من سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله، نترك الله ننادي غيره، قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله، بعد الله هداك ثاني ترتد، بعد تقول لا إله إلا الله ثاني ترجع تنادي غير الله، والحقونا وافزعونا. فدي أول مادة في القضاء تطبق، إنه لا المرتد يطبقوا في الشريعة الإسلامية. واحد. اثنين من المواد حد السرقة، زول سرق أي والسرق ده بلغ النصاب ومال محروز محمي ما مهمل ساي، كما قال شيخ الإسلام تيمية في بيان الحدود، وفي كتاب كامل بيّن فيه الحدود بدأ من حد الردة، وده آخر مجلد في الفتاوى اسمه قتال أهل البغي، الجزء في الجزء الخامس والثلاثين، آخر مجلد بيّن فيه حد المرتد، وبعد ذاك بيّن الحدود الشرعية، جاب مثال لزول مرتد الحلاج، قال له عامل فيها، قال عمل فيها ولي، أول شيء قال أنا ولي صالح، خلوا لاف في ساي زي ناسك اللافين ديل، لاف في زول ما سأله، قال أنا صالح. بعد شوية قال سافر الهند تعلم السحر واستعمل السحر والحيل، في الجزء الخامس والثلاثين ذكر هذا الكلام. قال بيجي بيمشي الصحراء بيدفن له تفاح، بيدفن له حلوى، حلاوة يعني، بيدفن له كم حاجات في حلات وذهب، ويجيب جماعة من الناس يقول له ماذا تشتهي؟ يقول له اشتهي تفاحا، يقول له احفر ها هنا كن تفاحا، ودفن قبيل إذا يطلع له التفاح جماعة يقول لك اوه والله هذا خطر خطر. اي بعدين بعد فترة قال أنا نبي، يا ذول خلوا لافي. بعد فترة قال لهم أنا الله ذاته، قالوا بعد شوية لقوا شيء عنده جبة في كديسة جوا الجبة، وقال ما في الجبة إلا الله. بعد شوية شيء له قفة قبضوه لقوا فيها رسالة من الله العزيز الحكيم إلى فلان بن فلان، قال له الرسالة دي حقت الله؟ قال هاي. وكتبها الله؟ قال لا كتبتها أنا، هذا خط يدي. قال له أنت الله؟ قال هذا عين الجمع عندنا. القاضي بيقولوا له أبا عمرو اللي هو أبو عمرو القاضي، وذكر الكلام ده شيخ الإسلام تيمية، وذكروا أيضا ابن كثير في البداية والنهاية. ابن تيمية رحمه الله في الجزء الخامس والثلاثين قال: فأتي به قيل له ادعيت الولاية فتركناك النبوة فقلنا لعله مجنون، والآن قلت أنت الله، قال هذا عين الجمع عندنا، أنا الله وأي شيء الله. قال له ما صمت رمضان؟ قال نعم. ليه ما صمت؟ قال هذا في كتاب الحسن البصري. القاضي بيقرأ، قال له القاضي قرأت كتاب الحسن البصري فلم أجد فيه ما ادعيته. سكت. قال لي عندك ثلاثة يوم تتوب، جوا الصباح تبت أنا الله. قال يا زول الله في السجن؟ قال هاي. ثاني اليوم الثاني تبت؟ لا. اليوم الثالث رفعوه نجمونا جام قبورة، والله قتلوا انتهوا منه كذا إلى آخره. زولك ده هنا دي في السودان بدل يشكر الله على إنه قتلوا الحسين ابن منصور الحلاج قاعد يدافع عنه. زولك هنا بتاع الزريبة، ولا ده أنا ربز لك، ده أديك الكتاب واسمه طول بالك، فاضل لك درسين في الكتاب بتاع الأربعين نووية، الليلة بديك أربع حديث ولا ثلاثة، وكنت دار أجر هنا العشرة لكن الزمن ما بكفي، ما دار أخم الشغلة. الدرس الجاي إن شاء الله بنختم.
وفي شباب في الجامعة ده والله كيفوني شديد، هذين مقطعون عندي في التلفون اثنين، واحد مفلفل شعره ها زول محترم والله، زول موحد، زول اسد، قاعدين في الدرس الفات اللي قبليه وشفته قاعد بيجا، واحد ثاني شغالين توحيد صقع شديد، ردى مداق بتاع العمدة الججابة الشعرية بيجاي ردموه من جامعكم ده، شباب والله فرسان، نسأل الله يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. أما هنا التوحيد وزي ده الله بوفقه، لأنه الله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، الله بوفقك تنصلح وتزيد في الخير ذاته، ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أهبت على الزريف اسمه عبد الرحيم محمد وقي الله، وبعدين في كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة قال: قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته، يقال كراعي خطيته فوق المعبود بتاعكم، ودي قمة الإساءة إلى الله سبحانه وتعالى. قال الحسين على معبودكم قدمي وضعته، يا له من عارف كاسي. قال ده زول عارف، وفي العارفين ذاته ده مكسب المعرفة وملان بالمعرفة والعلم، بدل يرد عليه ويدافع عن الله سبحانه وتعالى قاعد يشكر في المجرم ده الكتلوه مرتدة. فالكلام يطول، القضاء في ولا الردة في حد السرقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، تقطع اليد من الكف. قال البغوي: فإن عاد قطع من المرفقين، المرفق، فإن عاد فوق طوالي من الكتف اقطعوه، كل مرة يقطعوا فيه، وأصله مين يقطعوا يده ولا في، خاصة في السودان أمره يكون واضح، السودان ده ما فيه سر كذي طوالي، يقول لك أسمع هزول ده يده ماله جاء سرطان ولا شو، لا لا هزول والله قبضوه تلب لي بيت خامش لي ثلاثة موبايلات جايبينها من دبي، والله قطعوا لي يده، أعوذ بالله، والله أنا كنت مفكر، لكن بعد تاني السرقة دي خير الزول احترم نفسه، يد كاملة شالوها له، هاي شالوها ما قاعد يكابس. طبعا في ناس بيجوك يقول لك ما صح يقطعوا اليد يا أخي، وده دي خسارة للدولة، كان مفروض يسجنوه، ده ما بكمل الأكل بتاع الدولة يسجنوه ليه؟ وهل دي خسارة؟ أنت لو زول عدالة يجد خسارة في السارق يقطعوا يده، ولا خسارة السارق ده قاعد في المجتمع يشيل في قروش الناس؟ أنت ما تنصف المجتمع برضه، برضه في حد حدود الفواحش، حد الزنا بنوعيه، حد البكر والثيب، وفي باقي الحدود الأخرى، حد الخمر الجلد، وفي حد القذف وغيره من الحدود. فالحديث ده في جانب القضاء، وده بوريك انه الشريعة الإسلامية فيها العدالة، وانه الدين ده ما في المسجد بس، حتى في الخصومات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. كان أي زول بيدعي حق، يدعي حقا على غيره ويعطى هذا الحق من غير بينة ومن غير شهود، كان الظلم بينتشر، لأن أي زول بيتسلط في التاني، يمشي يفتح بلاغ يقول والله فلان ده شايل مني 500,000، ذاك كلب شو طوالي أدفع ال 500، يا جماعة نتفاهم، أنا القروش دي ما شلتها، لا لا يا زول، زول ادعى، ادعى إنك أنت شايلها، خلاص أنت شلتها، ده ظلم، الشريعة منزهة عنه. لكن قال لك لو يعطى الناس بدعواهم، أي شيء بيدعوه بالدون، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ناس بيقولوا فلان شال مننا، وناس بيقولوا فلان كتل مننا، كتل الدم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. البين على المدعي يعني البين والدليل والبرهان والحجة بمعنى واحد، كما
ذكر الشيخ الجامي رحمه الله تعالى. البينة يعني يجيب بينة دليل، يأتي بدليل على أن ماله عند فلان شيء مكتوب وجايب الإمضة بتاع الزول، يجيب شهود، يجيب شاهدين كذا، ده يعترف يجيب البينة. إذا ما جاب بينة بعد ده بيسألوا ده الشخص، ده بيسألوه المدعى عليه، فإن أقر أو سكت، فإن أقر أو سكت أخذ منه المال، وإن أنكر طلب منه أن يحلف. والحلف ما يلزم منه مصحف، صحابة ما كان بيخط مصحف بس يحلف إنه يقول والله الزول ادعى علي وأنا بريء من الادعاء ده وكذا إلى آخره. دمتين بيحلف، إذا ده عجز عجز أن يأتي بالبينة، أما إن أتى بالبينة فلا يلتفت إلى هذا لأنه ممكن يحلف بالكذب. وإذا عجز هذا عن الإتيان بالبينة وسكت هذا وأقر يؤخذ منه، إن أبى أن يحلف أخذ منه، وإن حلف ترك بعد بينه وبين الله تعالى. ده الصحيح. ويحلفوا بالله ما بغير الله، ما يسوقوا يودوا قبة، ودوا قبة يقول له أحلف هنا عند الشيخ عويس القلب الغنماية تيس، والله جاب غنماية بتجيب لبن، قاليبة تيس تجيب شنو يا أنت؟ أنت مالك شغال مضرة، كانت غنماية لبن وتجيب لبة بعد تلد، هسي تيس ده فائدته قليلة ذاته شغلته جايطة. لكن في نهاية الأمر أنت تحلف بالله ما بتحلف بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حلف بغير الله فقد أشرك. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني في بعض النسخ، صححه في بعض كتبه الأخرى. ده حديث عظيم من الأحاديث. الحديث الذي بعده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسعد ابن مالك بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أخرجه مسلم. وده باب عظيم من أبواب الدين، وهو باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى له شريط اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيّن فيه بيانا شاملا لهذه الشعيرة العظيمة. قال: لو كان للإسلام ركن سادس غير الأركان الخمسة لكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعظم هذا الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، وسبق الحديث عن هذا الحديث أو التعليق: الدين النصيحة. لا ندين الإسلام ده ما دين جبن، ولا دين غش، ولا دين سلبي يشوف المنكرات وما يأمرك تنكرها ولا ينهاك عن السكوت ولا كذا ولا كذا. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي ناس كتار بيصلوا لقواعد ضد الشريعة، يقول لك انت بس اعبد الله، انت بس عليك بنفسك، اما الناس ما عندك بهم شغلة، ولك الناس ديل انت ما محاسب بهم، خلي الناس في حالة، الدار يضل يضل والدار يهتدي يهتدي، ونحن ما بنتطرق لعقائد الناس وما بنتطرق للجماعات وما بنتطرق لمشايخ احياء ولا امواتا. وده ضد الشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية الله قال فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، استهموا يعني القرعة، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها،
وكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. يعني قال لك الناس على قسمين، في ناس بيأمروا بالمعروف وبينهوا عن المنكر، وفي ناس بيقعوا في معاصي، وديل زي الناس الجو يركبوا سفينة والسفينة فيها طابقين فوق وتحت ورموا القرعة، ديل ناس المعاصي قعدوا تحت وناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نصيب وقع فوق، وديل التحت لما نعطشوا استقوا الماء يعني طلبوا الماء سين والثلاث طلب بيطلعوا فوق لأنه السفينة بيرموا الدلو بفوق بتحت مقفلة بيطلعوا بفوق السطح ويرموا الدلو ويجيبوا الموية يشربوا. قالوا نحن مرات بنعطش نص الليل بدل كل مرة نكركب في السلم وطالعين نازل فوق ديل البحر ده ما بيجاي قريب في نصيبنا ده، فلو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا بدل كل مرة نزعجهم نقد لنا قد صغيرة كده بيجاي الموية تجينا نشرب. قال فلو تركوهم وما أرادوا الفوق لو قال لهم هوي تاني ما تزعجونا قدوا قدوا تحت قال لهلكوا وهلكوا جميعا لأنه الموية بتجي كاشحة شديد ما الضغط بتاع السفينة والقد طوالي قال لك ديل بيغرقوا التحت وديك الفوق تاني برضو بيغرق. ولو أخذوا على أيديهم قال لهم لا ما مشكلة تعالوا بنتحملكم وقعدوا يأمرون وينهون قال لنجوا ونجوا جميعا. فده حال الناس هسي في ناس في المجتمع ده قاعدين يقدوا تحت أنا سامعين الكركبة بقد قدوا ساي شغالين ديل لو خلون بيقدوا السفينة وديل بيتمثلوا في الغالب في الأحزاب المنحرفة دي كل حزب بما لديهم فرحون أحزاب ما يعني يا خشوا في الدين خشوا غلط يا مرقوا بر الدين بقوا ينبذوا فيه والخشوا غلط ما عندهم حجة والمرقوا من بر بنبذوا ما عندهم حجة وكلهم البلد دي أخذوا فيها سحبة البلد دي زي العجلة بتاعت الشفة قاعدين العصر واحد بيقول لي جيب سحبة فهو بيمشي هناك ما الحساب الزلط تاني بيجي راجع وتاني ده جيب سحبة بيمشي هذه البلد دي كلهم أخذوا سحبة نحن قنعانين منها العجلة ما دارين الزلط ما دارين نركبها ذاته عشان ما تقول لي دارين أنا ما دارين لكن بس الله يوفق زول يكون نجيض والله يوفق القائمين الآن يبقوا يطبقوا دين الله سبحانه وتعالى ده منهجنا نقول الله يوفق والله يصلح الحال كما قال الفضيل ابن عياض وكما كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول وهكذا بقية الأعلام. فديل أخذوا سحبة وديل أخذوا سحبة جت فشلوا فشلوا بلد ما بتنجح بحرب مع الله تعالى ربا شغال تبرج شغال حفلات ما وقفت ولا أسبوع ولا يومين ما وقفت شغال الفنانين ذاته لما انقنعوا مرة جيت ماشي في السوق سمعت فنان بيغني قال خير العزابة يعني ده قنع ذاته من الموضوع كله قاعد يغني 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 في النهاية فتر قال خير ذاته العزابة قنع منه المعاصي كلها شغالة وأكبر معصية وأجرم جريمة شغالة في البلد دي وفي زيادة ما في نقصان في زيادة كل يومين ثلاثة بيبنوا لهم بنيان بحاربوا رب العزة والجلال ما بيبنوا للعزابة برا المغابر برا المغابر كده ولا يبنوا لناس مساكين ولا يتامى ولا سيول وقعت بيوت ولا أمطار يبنوا لناس ما عندهم لا
بيبنوا ليزول الميت. الميت ده ده بينفع بنيان ولا قروش؟ تخسر قروشك معاه كذب الراحة. أنا بديك حديث في البخاري ومسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة. الزول لما يموت في ثلاثة بيمشوا معه. يتبع الميت ثلاثة: أهله، قال ابن عثيمين أي الرجال من أهله، ما الأهل كلهم الرجال، وماله، قال ومن المال الرقيق، زمان بيشترون بيمشوا المغادر لما يموت السيد بتاعه، أهله وماله وعمله. العمل تراه ماشي معه، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. يعني الميت ده اللي بيمشوا معاه كلهم بيجوا راجعين، إلا شنو؟ إلا العمل بتاعه. هسي ديل بيبنوا له بنيان، ده ما بينفعه، بنيانك ده فوق والزول ده جوه تحت، ذاته بتسخن به، ولو بحسابات البشر ساي كذي بتسخن به، لأنه المغابر دي كاشفة ساي، لو فيها هوا بخش له هي كاشفة ساي، وما بخش طبعا مع التراب، أنت بتجي تكتم له زيادة. واحد. اثنين، المال اللي بيجيبوه النذور، ودفنوا القروش وساوين صندوق بتاع نذور وبياض، ده كله قال لك ما بينفع. ولو ادوا له هسي، لو فتحت القبر اديته له، ما عنده جيب يخطه فيه، الكفن ما فيه جيب، ملفوف ساي. ولو فتحت القبر قلت له مد يدك ان نديك، ما بيقدر يمدها، بيقدر يمدها وما بيقدر يمد يده عشان تديه انت، كيف يمد يده عشان يلحقك انت ويده ذاته ما بيقدر يمدها لك. قال لك: اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. فالكلام يطول، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه. شركيات شغاله في البلد دي، ودعاة كل يوم بيتملصوا من الدعوة، كل يوم قاعد يتملصوا من دعوة الله سبحانه وتعالى، يزاحموا في السياسيين ويماشوا في المجتمع وفيما يرضي الناس. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا، بتاع الشعيرية، أم تسألهم خرجا دار لك قروش انت، فخراج ربك خير وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. والله وراك، قال لك: ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. أنت ماذا رجعوا؟ أنت ذول علم وتبيع في الدين، داهم في أهل الباطل، غير الدين عشان دنيا، الله ما توعدك، الله توعدك. قال تعالى في سورة الأعراف: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. أها الدين عملوا بشنو؟ يأخذون عرض هذا الأدنى، شيلوا الدنيا باسم الدين، ويقولون سيغفر لنا. احنا أهل توحيد، الله بيغفر أي شيء إلا التوحيد، شوف الشبه بتاعته. ويقولون سيغفر لنا، وتاني: وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. تاني بكرة برضو يشيل. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. نازل ما عندهم علم، ما عارفين الحق من الباطل. الله قال لك: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، لأن العلم بيرفع، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواء
فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، كله بلاقيك، فماذا لشتت الكلام. لكن أنت لو شفت منكرا من المنكرات يجب عليك تغيير هذا المنكر. وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكرا هي رؤية علمية، وإلا فإن المنكرات بعضها يرى كأن ترى المتبرجات، أن ترى من يشرب الخمر، أن ترى القباب، أن ترى إلى آخره، من يسجد لغير الله. وبعض المنكرات لا يرى وإنما يسمع، زول سب دين، زول قال كلمة مخالفة للشريعة، كذا إلى آخره. فأي منكر المقصود بالرؤية هنا الرؤية العلمية، إذا علمت بمنكر من المنكرات الواجب عليك أن تغيره. وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا فيه سماحة الشريعة الإسلامية. قال ابن القيم رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغيره، لم يقل فليزله، لأن الإنسان أحيانا لا يستطيع أن يزيل جميع المنكر، وإنما يغير من المنكر الأكبر إلى ما هو دونه أحيانا إذا تعارضت المفاسد إلى آخره، فيقدم أدنى المفسدتين. ويبدأ بالمنكرات العظمى، زول عنده شرك وعنده بيشرب خمرة، وزول بيسمع غنى، وزول عاق بوالديه، أول شيء تبدأ بالعظائم، تبدأ بالشرك، تجي في عقوق الوالدين، تجي في كذا كذا كذا، تمشي كذا. فتبدأ أول شيء بالشرك بالله سبحانه وتعالى، لقيت حجبات تنكر طوال، يا خسي هذين دي صورة في تلفوني، وأنا غير الصورة شفتها بعيني، الله شفتها بعيني، منطقة جنب المناقل حفير، منطقة اسمها الشكينيبة، حفير بتاع واحد ما معروف عند القوم ولا مكاشفي، بعدين تجيب المسيد بتاعه، أول شيء عينك للقبب، وطبعا ده ما دين النبي صلى الله عليه وسلم. تجي ماشي بتجيب الحفير، الحفير بيبقى في شمالك والمسجد عن يمينك، في شمالك وعن يمينك. الحفير فيه مويه عكرانه شفتها بعيني، ما حكولي شفتها بعيني، بس عندي الصوره هنا بتاعت عمك كبير بيبيع في الشغله دي، زول بيبيع في طين، طين بيبيعوا للناس دي بلد تمشي لقدام، في طين بيشتروا، وناس مكة ما باعوا طين. هسي لو في خرافات زي دي بلاد الحرمين ما كان غنوا، الحمد لله الصحابة الله حفظهم دفنوا هناك، كان دفنوا في بلدنا دي، هذول كان كل يومين تلقى لك واحد شايل له شوال، الله ده تراب حمزة ذاته رضي الله عنه، ها ابيع لك ربع رطل ولا نص رطل ولا اديك كيف ملوى كذي، ديك عندهم قبور صحابة عادية كذا إلى آخر. سعد ابن معاذ ده في البخاري اهتز لموتي عرش الرحمن، لقتك كرامة زي دي عند القوم بتاع انك ديل، اهتز لموتي عرش الرحمن، عرش ده أكبر مخلوق، أكبر من السماوات والأرض العرش. بعد ده اهتز لموتي سعد رضي الله عنه. في بعض العلماء بأولوا الاهتزاز، لكن احنا علينا بالحديث، بهمنا الحديث. قال هذا الذي اهتز لموته عرش الرحمن، إن للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد، يعني أي زول بنضغط الضغطة دي. أها بعد ده مش قبره، قام يجس يشوف القبر بتاعه، لا يافطة بتلقاه، ولا بتلقى مباني، ولا بتلقى أتربة يتبركوا بها، قبر عادي ما بتقدر تلخبط هناك. المهم كلام كثير، فنسأل الله العافية. ده بيجاي الحفير بيجاي والمسجد بيجاي، والحفير ملام موية عكرانة حمراء من العكر، وبيعيني شفت شفع عراية بيستحموا فيها، وبعد ده قالوا دي فيها بركة، ومش ده الحفير، عشان تجوه الوهم قدر كيف، مش ده الحفير، جنب الحفير طوالي معبين قوارير بتاعت مازة بيل هنا الخدرة بتاعتها دي، تا
بتاعت ماذا؟ بالخضرة بتاعتها الورقة دي المكتوب فيها ماذا؟ كأنه يقول ما هذا وماذا تفعلون؟ شفتها؟ أها بتاعت ماذا دي معبين فيها موية عكرانة، يعني بيعوا الموية العكرانة هنا المياه، وهي طبعا أغلى من الماذا، الله يجزيك خير في أنا أغلى من الماذا. ماذا دي يا زولين اتبرعت بدم، بيدوك لا تروق دمك، دي بتعكر دمك تسوي لك حصوة. أها بيجاي بيبيعوا الماذا دي بتاعت الموية دي، وده هنا الحفير بيجي. المسائل دي نحن ما ننكرها، ما نبينها للمجتمع. عملنا محاضرة جنب طوالي بشوية كذي بغادي نفس الحي يعني معاه كذي، عملنا بالميكروفونات، الناس جابونا ذاته كتر خيرهم فيهم خير. لكن أنا شايف الجامع، أنا بديت اتكلمت طبعا أنا بتكلم هذه كذي دي مرات بنهر شوية كذي، لكن هذه أول ما مسك ضحوية الميكروفون بدأ الناس بيجوا يمرقوا ويجوا داخلين، وناس المحاضرة ذاته يمرقوا، في حاجة برا لا ما في حاجة وكذا إلى آخره، في شكلة ما في شكلة، في عكاز جاي ما في عكاز إلى آخره. شغالة شغالة والله الذي لا إله غير. أنا ذاتي مرقت كشفت وجيت أنا ضحوية بفرتق التاتشر كله، الموضوع طويل ورقنا قلنا نستعيد كان في حاجة، لكن في نهاية الأمر أعرف يا أخي عليك الله. أنا لو معتقد الشغلة دي فيها بركة بشتري القارورة ولا أجيب لي جردل أشيل من الحفير كذا سائل والشدة هنا عشان تعرف الوهم، يعني القارورة بإيجابي بيعوها والحفير بإيجابي قال، ولا في بركة هنا لا في بركة هنا، لأنه محل شرك ما فيه بركة، محل شرك ما فيه بركة. هو الربا الأقل من الشرك، الله قال يمحق الله الربا، الربا ما فيه بركة، الشرك الأكبر منه يكون بركة كيف؟ فالكلام يطول، عشان كي قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وده حق الحاكم، حاكم يغير بيده في الشريعة الإسلامية، يسوق عساكره وكذا إلى آخره ويشتغل نظف البلد. يا أخي لو نظفه الله الخير يجي من فوق لتحت، أنا بتكلم بالعموم، أي حاكم في أي بلد من البلدان ينظف الشرك الخير بيجي من فوق وتحت. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإن لم يستطع، ما قدرت تغير باليد، اليد الحاكم ولي الأمر حتى في البيوت، الأبو يعني أنت في البيت أبوك قاعد وأنت مجرد أخو في البيت، ما يجب تستعمل في اليد، ما تقول تمشي عين للتلفزيون تلقى في فنانة جايطة شغالة في التلفزيون تجي تدي عكاز، لا لا طول بالك، لأنه الأبو قاعد والرجل راع في بيتي وهو مسؤول عن شنو؟ الرعية. تعال قفله بس التلفزيون، قفله قفله وصنقر هنا قدام، قول لهم يا جماعة الغونة ده كذي خرب البنات خرب البيت، الصح كذا، الدليل كذا، الآية كذا، الحديث كذي. مركت تاني جيت لقيت مشغل اللون مبتدع، تقيف له وتوريون بين لون إلى آخره، لكن ما تكسريتها، ده الشغل كده. أما الأبو واجب على زي ده مش مشغلين فيه البواطل دي، هاي ده يمتعوا متاعا حسنا زي ده، دي حاجة كده لما نعرف شي ذاته والله، خليه قاعا صفصفة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، انتهي منه. لكن انت تغير باستطاعتك، ما قدرت باليد اللسان تنكر باللسان، وقالوا بالتي أحسن تبلغ بالتي أحسن، لأن التبليغ الناس أربع أقسام كما قال ابن عثيمين، في ذو الجاهل جاهل ومقبل على الدين ده تدي المعلومة، جاهل وجاي يتعلم ده فيه خير تدي المعلومة طوالي، في ذول جاهل وغافل، جاهل وماشي بعيد من محل الدروس. زي ده أول شيء توعظه اقبل على الدين تدي المعلومة، مرحلتين موعظة وتاني تدي المعلومة. نمرة ثلاثة ذول عنده شبهات ملبسة عليه،
بناقشك ودائر الحق عنده حاجات اشتبهت عليه ودائر الحق تناقشه بالتي أحسن. الثلاثة ديل الله ذكرهم في سورة النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة تدي المعلومة، والموعظة الحسنة توعظه حتى أن تدي المعلومة، وجادلهم بالتي هي أحسن، لأنه دائر الحق تجادله بالتي هي أحسن بالراحة. القسم الرابع الشيخ العثيمين قال ده عنده شبهات ومعاند، ما دار الحق، دار يسخر بس ودار يضلل الناس، ده قال ما بالتي هي أحسن، ده بالتي هي أخشن، ده تردمه وتضحك فيه والخلق تكشفه تشيد عليه. قال والدليل الآية التي في سورة العنكبوت، ده القسم الرابع: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، يعني الدائرة الحق بالتي هي أحسن، الما دائرة الحق إلا الذين ظلموا، ده بالتي هي أخشن بالشدة. فدي أقسام البشر في تبليغ الدعوة، تبلغ باللسان، وأحيانا تسكت، أحيانا في منكرات بتسكت بترى إنه الصحيح إنك تسكت، لأنه لو أنكرت عليه في الوقت ذاك ترتب على مفسد أكبر، زول جاي زهجان زهج شديد ولع عليه سجارة، زهجان ولعه أنت قاعد شغال، بعد شوية قال لك كذي لقاك صاري مشى جاب الشيشة، قال لك وكي تصلوا دينا نجيب لك اللي بتكركر ذاته شغال. هذا إذا ما متلقي حجج ده دار له مشكلة معاك، زي ده لو أو مين ما تقول له حا حرام، بس مين حرام؟ أول شيء بسيب دين، قبل كان مسلم بتاع شيشة ساي، هسي تلب بغادي مارك برا الإسلام سب دين، زي ده أنت تبقى عندك فقه خلي ساي ما مش منه بس، ولا السلام عليكم يقول لك يسيل عينك ما في مشكلة، ما مش طوالي ما تلاسنه بعد لأنه ده قافل قفلة جد، زي ده خليه بس اللي بعد يروق بعد مسافه كذي، انت جيت بيقول لك يا اخ معلش يا اخ قبل تلومنا معك، بس بعد ديت قاعد لي الكلام بالراحه اخ انا خايف عليك ودار لك الخير وكذا الى اخره، انا عليك اللي شو الصندوق ده ذاته قال لك فيه ضار بالصحه، الرسول قال لا ضرر ولا ضرر، ناسك ذاته قال لك ضار كذا الى وريه، واي اول شيء ركز له على التوحيد بعد ذاك اديه بيقبل، فاللسان ذاته عنده فقه، ما قدرت ولا باليد ولا باللسان القلب، ما قدرت تنكر المنكر قوم امشي، ما قدرت تقوم ولا قدرت تنكر المنكر باليد ولا باللسان، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك شنو أضعف الإيمان، لكن ترتاح للمنكر دي مشكلة، زي أعمامك الكبار دي لسي في واحدين ما كلهم، في أعمام كبار كويسين وفي واحدين تلقاه يقول لك انا تبت وما تاب وبس في ترساي ركبه تعبا ما قادر يرقص وصدره تملى امراض ما قادر يعمل له معصيه ثانيه وكذا، وزي ده وراضي بالمنكر لكن ما قادر يعمله، بس تلقاه يتاسف عليه وعديل، تلقاه قاعد مستمخ في الجامع بيسوي لك شكله يقول لك وي ثاني مجونه، واحد هنا في مدرمان في حي كذي بتاع ناس مجدل حي هناك كذي، بس اتكلمت في التوحيد في بتاعة ودع برا وفي في بعض الناس وكذي، في واحدين اتصلوا بي بس مركت برا جاني عمك كبير ما بشوف زي الناس ذاته كابا حتى اللي قال المهم قال لي اسمع انت المره اللي فاتت ما طردوك تاني جايين لشن، هو ما طردوني ذاته المره اللي فاتت محروق حرقة شديدة وعينة زي دي كتار في الجوامع، وزي ده النوع اللي بيتضايق من التوحيد تلقى بعد العشاء قاعد والحفلة شغالة تلقى كراع وبنصي شغال يا حاج حاصي شو يقول لك اسكت يا سلام يا حاج انت مستمخ من الشغل ده يقول لك اخ ذكرني والله عثمان حسين يا اخ يا زول يعني انت ما تبت يقول لك والله غايته بس الشيء ده ذكرني حاجات والله زمان
يحلي الزمان، يحلي الأيام الشباب. ده باقي الكتاب ندمان، ده بيتحسر عليه الشباب، فده مشكلته طويلة. لذلك انت المنكر ده تنكره بالقلب لو ما قدرته، ما قدرته باليد ولا باللسان، أقل لا أقل شيء تنكر بالقلب. ده حديث رواه مسلم. وإلا الإنسان ما يسكت، لأنه السكوت ده من أسباب اللعن، كما قال الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الحديث 35 من أحاديث 40 النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذب، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم، أي في صحيح. والحديث اشتمل على مجموعة من الأحكام، وده فيه صلاح المجتمع وفيه صلاح الفرد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. الحسد هو تمني زوال نعمة الله على العبد، ومن تعاريفه كراهية نعمة الله على العبد. يكره الإنسان أن يكون فلان، أن يكون فلان ذا نعمة، تلقيه الضايق. والحسد يكون بين أصحاب الصنعة الواحدة في الغالب، يعني بين نجار ونجار، بين حداد وحداد، بين طالب علم وطالب علم، بين كذا إلى كذا إلى آخره، امرأة مع امرأة، تاجر مع تاجر، بيناتهم حسد. وتلقاه بيتضايق لما يشوف فلان، يرى فلانا في نعمة، ولما يشوفه في مصيبة بيرتاح بيفرح. إن تمسسكم حسنة تسؤهم، كأن جاتك حسنة وخير وخضب وجاء مطر والزراعة بتاعتك قامت، ذاك بيتضايق. عشان كذي الإنسان يعالج نفسه من المرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما حسن الألباني رحمه الله قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. الحسد ده بيأكل الحسنات، والبغضاء يحلق لك الدين، وده شر شديد. والله قال دي صفة يهود ودي صفة نصارى. قال تعالى في سورة النساء: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، دلالة الكتاب. وقال تعالى في سورة البقرة: ود كثير من أهل الكتاب لو يضلونكم من بعد إيمانكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. فده الزول الحاسد. والله قال: وإن كادوا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. والله سبحانه قال: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد السحرة الساحرات، ومن شر حاسد إذا حسد. حاسد ده شره شديد، وبحاول مرات يقرب منك، وبقرب وبكون مولع نار جوا. انت سمع بيك عربيتك خسرت كيف جدا، سمع بيك كراعك انكسرت بيشرب الجبنة بمزاج، وان سمع بيك فارقت اولادك بتكيف جدا. والزول الحاسد
دواء ولو داير الدواء أول شيء يسأل الله سبحانه وتعالى، لأن الحسد ده مرض في القلوب، أمراض القلوب دي علاج عند الله سبحانه وتعالى، تسأل الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم، أسأل الله والله بينظف لك قلبك. يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، بدل يصرف قلبك تباري أحوال الناس وكذا إلى آخره، أنت قلبك ده يتصرف تمشي للطاعة ولما يرضي الله سبحانه وتعالى. اثنين من علاج الحسد أن تعلم أن النعم من الله سبحانه وتعالى. أنت بتحسد ليه؟ عشان عنده نعمة، النعمة دي من الله، أنت ما من حقك تعترض على الله سبحانه وتعالى. ولو الحسد في بعض الناس بيعتبروه اعتراض على الله سبحانه وتعالى، يعني اعتراض محض. وطبعا لو اعترض العبد على الله دي مشكلة كبيرة، لكن الحاسد يكره الشخص، يكره الشخص ده ما داير ليه الخير هو، وإلا لو ذكروه قال له النعمة دي اللي اداله منه يقول الله، أها الله أصاب ولا أخطأ؟ هل بتقدر تقول الله أخطأ؟ يقول لك لا لا أعوذ بالله، ده كفر، ده ما كافر، ده ما بتقدر تكفره، وإلا بتنتهج منهج الخوارج التكفير بالمعصية. لكن هي صفة ذميمة، صفة يهود قد توصلك لمرحلة تعترض على الله، ودي مشكلة كبيرة، ده هو الكفر الاعتراض على الله. لكن مجرد الحسد وده نوع غفلة ومعصية من كبائر الذنوب. فالإنسان يعلم أن النعم من عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله، وقال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثلاثة من علاج الحسد التمسك بالدين والزهد في الدنيا. انت بتحسد لشنو؟ شان دنيا. انت لو بقيت زول دين جد، الرسول عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. امشي السوق اشتغل، انت مالك ومال فلان ربح فلان خسر، شغال تشرب في الجبنة وماسك في الجرائد وطربيستك كلها ملانة ناس بتاعين كلامات، ده يجي حكي لك فلان التاجر الفلاني دخلوا السجن وفلان ضربوه بشيكات وفلان هسي هارب وفلان داك كذا، مالك ومال الناس؟ جوك في مشكلة قدرت تساعدهم ساعدهم، ما جوك أقفل باب الناس. تعلم انه الكلام ده بقودك للمهالك، لانه بدخلك في غيبه وبهتان وظلم ومعاصي كثيره. فانت تتقي الله سبحانه وتعالى. لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش ان ياتي الناجش، والمزايده ان ياتي الناجش فيزيد في السلعه في سعرها وقت المساومه أو نوع مساومة لتصير ذات ثمن وهو لا يريد أن يشتريها. الزول الناجش ده بيجي الناس عرضوا بضاعة في المزاد، عرضوا البضاعة، واحد قال البضاعة دي بشتريها ب 300 ألف، الناجش بيكون واقف يقول بديك 350 لسيد البضاعة للبايع، يقوم الدار يشتري يقول 360، الناجش يقول له 370، لو قال له جيب يقول لها والله خليتها خلاص، وما عنده 70 ما عنده، خليت 300. لكن دار يزيد السلعة. ليه دار يزيد السلعة؟ إما أنه يريد أن يفيد البايع، بيناتهم اتفاق، أو دار يفيده أو دار يديه حاجة، وإما أن يريد إلحاق الضرر بالمشتري، حاسد بس داري يضر ده يرفع له الثمن. ده الناجش، الناجش ده اللي بيزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، أن يشتريها. لو قبل دار يشتري معلش، لكن هو ما دار يشتري، وبعد ذاك هو شنو؟ يزيد في السلعة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الفعل ده، قال ولا تناجشوا ولا تباغضوا، ما تحصل بغضاء بين المسلمين، بغضاء بين المسلمين ما دام أن المسلمين على الإسلام. لكن بتحصل البغضاء 200 لما نزول خالف الإسلام، لأن الكلام ده ما عليه إطلاقه، لأنه الآن في حملة فاشلة اسمها نبذ الكراهية،
ويا ريت لو داري ينبذوا الكراهية بين المسلمين على عوام المسلمين وأهل الإسلام على التوحيد وكذا، لا دار ينبذوا الكراهية بين أهل الشرك وأهل التوحيد، وده اسمه تمييع للدين وتضييع للولاء والبراء، ده ما داخل في الحديث. انت زي ما بتحب في الله تؤجر، كونه تبغض في الله برضو تؤجر على الكلام. تبغض في الله كيف؟ تبغض الزول داعية الشرك، ما تجالسه ولا تداهنه ولا تجامله ولا تحبه، تبغضه. الدليل قال تعالى في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، المودة المحبة، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. والآية دي في تفسير ابن كثير دي نزلت في الصحابة، لأنه الصحابة قاتلوا أهل، قاتلوا أهل عديل. حمزة رضي الله عنه يوم بدر قاتل العباس أخوه، وعلي بن أبي طالب قاتل علي، قاتل عقيلا ابن أبي طالب أخوه، ثاني ذي الأسلم. وعمر الخطاب قاتل خاله، وأبو بكر الصديق قاتل عبد الرحمن بن أبي بكر ولده. ده في الدين كده. بيسأل: إذا زنى الثيب أكثر من مرة إلى آخره، فإذا الإنسان كان ثيبا أو بكرا وزنى مرة أو مرتين أو أكثر وتاب فيما بينه وبين الله تعالى قبلت توبته، مع عظم هذه المعصية وأنها من أسباب عذاب القبر، كما في البخاري في حديث سمرة ابن جندب رضي الله عنه في حديث الرؤيا: من أسباب عذاب القبر الوقوع في هذه المعصية والجريمة الكبيرة. لكن إذا تاب العبد تاب الله عليه، والدليل على ذلك قول الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فمن تاب تاب الله عليه. أما إذا جاء واعترف إلى الحاكم أو قبض مع وجود الأدلة، وجود الأدلة كالشهود الأربعة أو وجود الحمل بالنسبة للمرأة وكذا إلى آخره، يجب على الحاكم أن يطبق فيه الحد، ولا يهم إن كان زنى مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، التعدد هذا لا يغير الحكم بزيادة أو نقصان، هذا هو الصحيح في المسألة. قال: ولا تباغضوا. فالإنسان لا يبغض إخوانه المسلمين، يصبر عليهم، لكن الذي يقع في الشرك بالله تعالى يجب عليه أن يبغضه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لو واحد قال لك: يا أخ ديك ما قوم إبراهيم كفار، ديلك وقعوا في الكفر وكذا وكذا وكذا، نحن برضو ذكرنا هنا الزول اللي بقع في الكفر وخصوصا بينوا له ويصر ويعاند، ده تبغضه في الله سبحانه وتعالى. والكفر يعني شايفينه ليل نهار شايفينه، نحن صح ما يزول وقع في الكفر بنكفر عينا طوال ابتداء، وإنما تقام عليه الحجة بالبيان وكذا إلى آخره، ويناقشوه لو عنده شبهة، ومعروف الشروط، توفر الشروط وانتفاء الموانع معروفة الأربعة المعروفة
الموانع والأربع الشروط التي تقابلها المعروفة. لكن إذا تبين أن الشخص واقع في الشرك بالله تعالى وفي الكفر، ده يبغض في الله سبحانه ولو كان أقرب قريب. زول بيسجد له لغير الله، ده ما طاغوت، يسجد له عديل وراضي. زول يقول أنا اللي بيحصل بكرة ما عارفه، لكن شيخي بعرفه، شيخي بيعرف اللي بيحصل بكرة. والله قال في القرآن وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ده تحبه كيف؟ تقول لي الله شنو أنت تحب زول زي ده؟ تقول لي الله لا يرى الله في قلبك غيره ولا يعني بغض لأهل الباطل أبدا، الله ما يشوف في قلبك أصله غيره للدين. وين الغيره للدين والإسلام؟ جلس رجلان في حجر الكعبة، صفوان وعمير، اثنين جلسوا في ظل الكعبة في حجر الكعبة، والكلام ده بعد غزوة بدر. فأخذا يتذاكران بدرا، قالوا والله بدر دي، غزوة بدر المعركة دي حصدت رجالنا وحصدت صناديدنا. عمير قال لي صفوان وولدي الأسير، ولدي الكبير كمان أسروه أسي في المدينة مع الصحابة، قال له والله لولا دين علي ورجال، لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت إلى محمد في المدينة صلى الله عليه وسلم ولضربت عنقه بسيفي هذا ولأرحت منه العرب والعجم. قال لك أما الدين علي والأولاد ديل خايف عليهم الشفع الصغار ديل، كان أسي مشيت المدينة، كان ركبت حصاني داسي سافرت، متى ما أصل أصل، بس وصلتي كذي أقتل النبي صلى الله عليه وسلم. صفوان استغل الموقف قال له دينك ديني، الدين بدفعه لك أنا، قال وعيالك عيالي، بجيبه للعيال بتاع إني بجيبه للعيال، وديلك ناس فرسان، الواحد لو طلع كلمة بيبقى قدرة. قال لي هذول بتقدر على الدين آية والعيال آية، خلاص. فوضع السم في سيفه، سمم السيف وركب فرسه وتوجه إلى المدينة. وصل المدينة الصباح، أول ما وصل المسجد النبوي الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد والصحابة حوله، وعمر بن الخطاب ومعه بعض الصحابة برا جنب النخل. أول ما عمر بن الخطاب شافه ما بعرفه، ما ديل ما أهل مكة، قال عدو الله ما الذي أتى بك؟ عدو قال له أو عدو الله، يعني يا عدو الله ما الذي أتى بك؟ شافه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الأسير عندكم، ودار يصل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال الأسير عندكم ولدي الكبير أنت ما عارفه أسرتوه هنا، جئت لتحسنوا إليه. فأخذه من تلابيبه ودخل به على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، قال ما الذي أتى بك يا عمير؟ والوحي جل الرسول صلى الله عليه وسلم وراه القصة كلها. قال أتيت للأسير أريد أن تحسنوا إليه، قال بل جلست أنت وصفوان في حجر الكعبة وقال لك كذا وقلت له كذا وضمن لك العيال والدين وأتيت لتقتلني. قال لي أنا هذا ثابت كذا، أنت جيت تقتلني أنا ما بخاف، قال لي منك هذا قاعد، شو الشجاعة، وأتيت لتقتلني والرسول متبسم صلى الله عليه وسلم والزوج شايل سيفه وعمر بن الخطاب ماسكه. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ولقد علمت أنه ما أتاك به إلا الذي في السماء. قال له والله أنا وعمير أنا وصفوان ما فزول معانا، معناه ده وحي، معناه أنت فعلا النبي الشهد. قال عمر رضي الله عنه، ده الشاهد من القصة، قال والله لما دخل عمير كان أبغض إلي من الخنزير، فما هو إلا وأن نطق الشهادتين فصار أحب إلي من بعض أبنائي. قال والله بس فرقت الشهادتين دي بس قبليه زي الخنزير، قال ابغض لي من الخنزير. اول ما تشهد
فكاه طوالي بقى أحب له من أولاده قال من بعض أبنائي اللي هو عبد الله بن عمر وعاص بن عمر وغيرهم من الصحابة الأجلاء أبناء عمر بن الخطاب رضي الله عنه. القلب المحبة والبغض، والبغض والمحبة شنو؟ يو الدين ده زول، زول دين أسود أبيض فقير غنيان جميل دميم تحبه في الله، زول ملخبط في الدين لو بقى أقرب قريب تبغض في الله تعالى، ده الدين الإسلام. وما في حاجة اسمها نبذ الكراهية تميع الدين تلمة ونسوى. هالناس ما ملمومين في السودان، يعني اللمة في الأبدان، هالناس بتلموا هسي في مناسبة عريس بتلموا، صينية فيها 8 انفار بيخطوا 8 انفار، ده شاهد كذي وده شاهد كذي وده كذي وده بجيب الكورة وده في النص وده بيتفرج وده ما شاهد ذاته قاعد ساي، كلهم في الصينية هذه، ده يساري وده يميني وده شنو ما بعرف وده كذا وده كذا وده كذا، ده درويش وذاك مركز عام وده إصلاح وده بيجاية ناس وجد صار وده بيجاية خالد سلك وده بيجاية هنا ياسر عرمان وده بيجاية مالك عقار وده بيجاية هنا هنا، كلهم قاعدين في الصينية. بسم الله قولوا بسم الله، اليوم ذاك بمسمل وشت ضلع جاك بلا طوالي بيقعوا فيها والشطة هذه لما تلموا في صينية، ونحن دارين اللمة بتاعت البدن تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي زول منهج براو ولا البليم من الناس يبقوا الله واحد ده بس شفتها يعتقدوها خلاص بيتلموا. كان الله سبحانه وتعالى قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف شنو بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، قال ولا تباغضوا ولا تدابروا، المدابرة بالبدن. قال ابن عثيمين والمدابرة تدل على البغضاء، الزول لما يقبل منك يديك الدبر ده بدل على شنو؟ زمن جول 8 دقائق بيتم الحديث ان شاء الله. ولا تدابروا، المدابرة دي بتدل على البغضاء والشحناء، لما زول يقبل منك يديك الدبر بدل يقبل عليك يديك الدبر ده معناه زعلان منك اعرض عنك. عشان كذا رب العزة والجلال قال عن أهل الجنة، قال ابن عثيمين رب العزة والجلال قال إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر شنو متقابلين. التقابل ده بيدل على سلامة النفوس، والتدابر بيدل على شنو؟ على انه في بغضاء في مشاكل في كذا. شكي قال ولا تدابروا، ما تقبلوا من بعض، تقابلوا وخلوا بيناتكم الصفاء والمودة وكذا على الحق. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض في السوق، البيعة شغالة، ده عربية سمحة وده في الدلالة ده بيشتري فيها هذه كذي نقص لي سوي لي كذا عاجباه وراكب يجرب فيها، انت ما تجد خش شوف نهايتهم شنو، ما تجد جره بجنبه ولو اسمع مشيو مشيو بجيهك زي بيعملوا واحدين كده سيديريات بيعملوا حاجات ده ما بجوز. انت ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، بيع تمت خلاص تمت، شغالين في المساومة وكذا إلى آخره، ما فتح الكلام للناس كله شغال مع زول معين خليه معاه، كان عندك نصيب بتلقاه ولو ما عندك نصيب في النهاية انت ما بتشيل حق غيرك، ده ما مكتوب. بعد ذاك الرسول عليه الصلاة والسلام قال المسلم وأخو المسلم، وحذرك من 4 أشياء، قال لا يظلمه، إياك تظلمه بكلام أو بفعل، ما تظلم ما تشيل حقه، والظلم في لغة العرب هو النقص. قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، يعني الثمار كاملة ما جات ناقصة، فده ما تنقص حق الناس، الديون حقهم كاملا غير منقوص، وما تتجاوز الحدود، ما تظلم، ظلم ده بورطك. وأي زول ظالم في البيت ولا في السوق ولا في الجامع ولا في أي مكان ده ما بيرتفع في الدين، ده بكون تعد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن
قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الذرية بتاعتك لو فيهم واحدين مستقيمين مستقيمون ديل بيمشوا قدام، ولو فيهم واحدين وقعوا في الظلم ديل ما بيرتفعوا. قال ابن كثير في تفسير الآية لا يصير الظالم إماما في الدين في أمر الآخرة. أي زول ظالم مهما ارتفع بيجي يوم بقع، وانت قال ده وقعوا شنو زولك البيجاي ده، ما مد يده على ناس فاضل، مد لسانه، مد لسانه على الصحابة الأفاضل. زول ارتضى انه يكون خصماؤه علي بن أبي طالب ومعاوية وطلحة والزبير وعائشة وعبد الرحمن بن عوف والصحابة وسعد بن أبي وقاص وديل، ده ارتضى انه يكونوا خصماؤه وكذب فيهم كلامهم ضده. أبو مسلم الخولاني في سير أعلام النبلاء ومعه بعض التابعين قالوا يا معاوية، سؤال مباشر، أنت تقاتل عليا، ما هو قاتل داير دم عثمان، قال عثمان ودعمتي، والله قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي سلطانا، أنا داير حقي من الجماعة دي. قالوا يا معاوية أنت تقاتل عليا، أنت أحق بالأمر منه، أنت شايف نفسك أهل للإمارة والسلطة أكثر منه؟ قال لا والله، عديل قال لا والله إني لأعلم أنه أحق بالأمر مني، لكن تعلمون مكانتي من عثمان، أنا سببي معه دم عثمان. وعلي بن أبي طالب قال دم عثمان برجع بقتص، لكن بعد استتب الأمر حتى أنا أطبق الحدود، ده اجتهاد الصحابة كان، ما كان ده بقول أنا أفضل منه وأنا أولى وأنا كذا إلى آخره. أقسم بالله قال لا والله إني لأعلم أنه أحق بالأمر مني. تجي تقول قاتلوا في الأمر، أنت بتكذب معاوية؟ لو علماء الأرض جت قالوا معاوية ده شايف نفسه أحسن من علي، ومعاوية قال لك والله أنا ما شايف نفسي أحسن من علي، تصدق معاوية ولا تصدق العلماء؟ تصدق ياتو، ده الزول ذاته زول القلب والزول الصادق، قال لك والله جوا قلبي أنا ما أحسن منه ولا أنا أولى بالأمر منه. تقول لك قاتلوا عشان الأمر؟ تخاف من الله؟ تستدل بأحاديث ضعيفة لما عصرك تقول ضعيفة، أثر عمار في البداية عارفه ضعيف وعارفه شنو، لكن برضو أنت ركوب راس دق في الكتب تسوي هذا اللي شوف البهدلة اللي جاتك، قم على حيلك. قال ولا بيحترم الناس اللي قدامه، 40 سنة شغال، قم على حيلك يا عاطل وتفتف أسي لغاة 29 دقيقة ما تفى فيه ولا تفى، تفى فيه يوم ذاك التفاف مشى وين ما بعرف، 29 دقيقة شغال، قم على حيلك 40 سنة بس كرتونة شعرية ومكرونة أقعد، تفضل يا شيخ مشهور وأشكرك 3 مرات على جيتك وعلى شجاعتك وعلى الشعرية وبصورها لك. يا زول معقولة ده دين؟ أنت تقول ديلك ناس دنيا وأنت في شعرية بعت القضية، ديلك ناس دنيا ولا أنت زول الدنيا؟ ديك جابوا لهم شعرية ومكرونة مستهبل، أنا ما دار الجامع ده ما دار الأخبط فيه أجيب فيه حاجة، وديك ما لخبط حق، لكن موضوع طويل، لكن أوريك. قال لا يظلمه، 2 ولا يخذله، موضع نصرة حرام تخذل فيها المسلم، ظلم ناس مجار ما جو يضربوا مسلم ما تزوخ تقول البلد دي وجاطت ومالي وماله، ما تخذله، ما تعمل كابتن لابد، تخش طوالي في نص الشكلة تدافع عن المسلم، إياك والخذلان. 3 قال ولا يكذبه، ما تكذب وتغش. 4 قال ولا يحقره، ما تحقر وتشوف نفسك أفضل منه. بعد ذلك قال لك التقوى ها هنا، أصل التقوى في القلب، بعد ذلك بتتفرع للبدن وللظاهر وكذا إلى آخره. 3 مرات في ختام الحديث قال بحسب امرئ من الشر، بحسب يعني يكفي، يكفي أن هذا الرجل صاحب شر أن يحقر أخاه المسلم. دار تعرف الزول ده شر، تلقى بحقر الناس شايف نفسه أعلى منه. ثم ختم الحديث فقال كل المسلم على المسلم حرام، دمه حرام، تعوقه حرام، تقتله حرام، ترعفه حرام، تضربه تجيب منه دم ضرب ساي ما تضرب، وماله ما تعتدي على المال بتاعه، وعرضه ما تتكلم فيه بالظلم وكذا، ده كله تسأل عن حديث رواه مسلم
إذا مد الله في الآجال ووفق، نأتي الأسبوع المقبل نواصل فيه الحديث هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.